بسم الله. اليوم هذا الفيديو راح نستكمل نمونيا. حكينا ان النمونيا هي عبارة عن عدة انواع وذكرنا انواعهم، وصلنا لعند اخر نوعين، النوع اللي هو كرونيك نمونيا ونمونيا ان ذا اميونو كومبرومايزد هوست. راح نحكي عن كل واحدة فيهم. هلا زي اي نوع من النمونيا، مين اللي بيسبب لنا كرونيك نمونيا؟ راح نحكي عن المايكرو اورجانيزم اللي بتسببها. هلا الكرونيك نمونيا it is called تيوبركلوسز، كلنا بنعرف تيوبركلوسز. هذا التيوبركلوسز هو عبارة عن تايب من النمونيا بيكون كرونيك. مين اللي بيسببه؟ مايكو بكتيريوم تيوبركلوسز. المايكو بكتيريوم تيوبركلوسز هي اللي بتسبب لنا التيوبركلوسز أو الكرونيك نمونيا. طيب هلا هاي المايكو بكتيريوم تيوبركلوسز بتأثر على اللنج، لكن هي ممكن تروح على أي أورجن تاني وتعمل له انفكشن. هلا بحكي لنا انه 1.7 billion individuals are infected worldwide، يعني نسبة عالية من الناس يعني بصير معهم tuberculosis. هلا هاي بتصير لما يعني وين بتكون متفشية؟ في الناس اللي فقر وما في ازدحام، لما الناس اللي عندهم امراض معينة chronic، تمام، بحيث خلص جسمهم ضعيف بتكون اكثر حدوث لتيوبركلوسز. Poverty, crowding areas, and so on. هلا elderly peoples، الناس اللي معهم diabetes, chronic renal disease, chronic heart disease, malnutrition, alcoholism, immunosuppression. هدول الناس بيكونوا أكثر عرضة. So tuberculosis عرفنا هي نوع من النمونيا وtype منها chronic pneumonia. مين الميكروorganism اللي بسببها؟ mycobacterium tuberculosis. And وهي ما بتأثر بتأثر على الناس اللي بيكون أوام infected، بتأثر الناس اللي بيكون في عنا poverty وما في عنا فقر وهاي الازدحام. هلا infection with mycobacterium tuberculosis typically lead to the development of delayed hypersensitivity which can be detected by tuberculin mantox test. هلا بحكي لنا انه الانفكشن مع هاي البكتيريا بشكل typically بتخلي انه يصير في عنا hypersensitivity delayed hypersensitivity reaction، تمام. هلا رح نحكي عن المايكوبكتيريا هاي، خصائص عنها. اول شيء هي سلندر رود، يعني باسل لاي. ايش خصائصها؟ انها كمان اسيد فاست. سو اول شيء رود، اثنين اسيد فاست، تمام. هلا بما انها اسيد فاست رح تحتوي على كميه عاليه من الليبيد. So they have high content of complex lipid. هذا الليبيد لما نعطيه ستين معين اسمها زيل نيلسن ستين برتبط معها بسرعة، تمام؟ اوكي. كمان هاي البكتيريا فيها ميزة انه هي resist decolorization، يعني هاي البكتيريا بترفض انه يصير في عنا colorization، so it decolorized. هلا في عنا هاي البكتيريا المايكوبكتيريا، عنا انواع كثيرة منها. رح نحكي عن اكثر من نوع. النوع الاول اسمه مايكوبكتيريوم tuberculosis هومينز. هاي الهومينز مسؤولة عن التيوبركلوسيس، most common cause. So شو most common cause من التيوبركلوسيس؟ حكينا مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس. طيب اي species منها؟ الهومنز. اوكي هلا هاي وين بتعمل infection؟ الناس اللي عندهم active pulmonary disease، عندهم اصلا مشكلة في pulmonary circulation بتأثر عليهم. هلا كيف تنتقل هاي البكتيريا؟ يا اما direct زي حكينا inhalation للairborne organism. Any results caused by expectorations. تمام. هلا حكينا انه ممكن نورمال فلورا تعملنا نمونيا. هلا رح نحكي عن اوروفارينجيال انتستينال نمونيا. هلا هاي رح نحكي عن نوع من البكتيريا اسمه مايكوبكتيريوم بوفيز. هذا النوع المايكوبكتيريوم بوفيز وين بيكون موجود؟ موجود بالملك. فالشخص لما يشرب الملك، والملك هاد unpasteurized، يعني غير معقم، غير مبستر، وبالتالي ممكن يحتوي على المايكوبكتيريوم بوفيز. فالشخص بيعمل يعني بيشرب الحليب، والحليب بيكون contaminated فبصاب في tuberculosis، تمام. رح نحكي عن المايكوبكتيريوم avium intracellulari، انها اقل خطورة شوي من البوفيز. كمان شغلة بتسبب ديزيز في الاميونو كومبرومايز بيشنت، وبتأثر الناس اللي عندهم ايدز في نسبة 10 لـ 30%. سو حكينا عن ثلاث انواع. النوع الاول مايكوبكتيريال هومنز هي الموست كومن كوز اوف ذا tuberculosis. اثنين حكينا عن البوفيز. البوفيز بتكون موجودة بالميلك اند باستورايز ميك، اند المايكوبكتيريوم افيان انتراسيلولاري حكينا اقل خطورة، وحكينا بتسبب ديزيز الناس اللي عندهم ايدز. هلا
هلا حنحكي عن الباثوجينيسيس لل tuberculosis. هلا بنقسمها ل primary and secondary. ايش الفرق بينهم؟ انه البرايمري شخص اول مره يصاب بالتوبركلوسيس، يعني ان اكسبوز تو مايكوبكتيريوم tuberculosis، يعني ما اصيب في المرض من قبل، تمام؟ فبكون جسمه انسنسيتايز، لسه مش عارف البكتيريا، اول مره بتدخل عليه، تمام. هلا بحكي لنا انه احنا عندنا الاميونيتي سيل ميدييتد اميونيتي، تمام. تطور السيل ميدييتد اميونيتي ممكن تعمل كنترول للمرض، لكن نفس الوقت اذا صار في عندنا كمان مره بيعملنا ريزيستنس للاورجانيزم، تمام. وريزلت ان تيشو هايبر سنسيتيف تو تبركلوسيس انتيجين. الرياكشنز بتكون كاستنج جرانولوما كافيتيشن ديستركتيف تيشو از ا ريزلت اوف ذا هايبر سنسيتيفيتي reactions. هلا ايش الباثوجينيسيس؟ اول شيء اول ما تفوت هاي البكتيريا لتدخل على المايكروفاجز اكيد رح تيجي تعملها فاجوسايتوسيس. هلا هاي البكتيريا فيها خاصيه انها قويه. كيف يعني قويه؟ انه قادره انها تعمل انهيبيشن لا شغل الماكروفاجز. هلا الماكروفاجز رح تعمل ايش؟ مايكروبستيديال اكشن، تمام. يعني الماكروفاجز تعمل فاجوسايتوسيس لهاي البكتيريا وتعملها ايش؟ كيلينج. لكن في عندنا هاي البكتيريا المايكوبكتيريا بتكون capable of inhibiting normal microbicidal response، بحيث انها بتضلها تعمل proliferation، بتضلها تتكاثر بنسبة عالية حتى ضمن ال pH اللي بالماكروفاجز، حتى ضمن انه جوا الماكروفاجز نفسها، تمام. ممكن كمان شغلة تعمل arresting endosomal maturation، ما تخلي الاندوسومز تعمل maturation، وبالتالي الفاجولايزوسوم formation عادة لما يصير في الماكروفاجز هون بهاي البكتيريا ما رح يصير، لأنها قادرة إنها تعمل impairment لإله. كمان شغلة هي تعتبر إنها قادرة إنها تعمل إيش؟ inhibition للمايكروبستيديال action تبعها، تمام. وبالتالي في الـ unexposed أو unsensitized patients اللي أول مرة يصابوا فيها بيصير في عنا إنه هاي البكتيريا تظل تعمل proliferation 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 جوا الماكروفاجز، وبالتالي كمان مش بس بالماكروفاجز تعمل في الاير سبيسز حوالين الماكروفاجز، وبالتالي راح تعملنا ممكن تعمل بكتيريميا، ممكن تروح على أماكن عديدة، تمام. هاي في unexposed patients يعني unsensitized patient. هلا سواء صار في عنا ننسى البكتيريميا شوي، البيجنت اللي بيكون بالتوبركلوسز بيكون اول شيء asymptomatic او ممكن يكون عنده كاعراض انفلونزا عاديه، تمام. هلا هاي كاول ما دخل البكتيريا وعملت manipulation و هلا في عندنا سيل ميدييتد اميونيتي، جهاز المناعه عندنا ما رح يسكت، وبالتالي رح يعطينا سيل ميدييتد اميونيتي. هاي متى بتطلع؟ بعد 3 ويكس، يعني بعد 3 اسابيع من الاكسبوجر. هلا بروسيد مايكروباكتيريال انتيجين reaches the regional lymph node، يعني ممكن توصل هاي البكتيريا للليمف نود، وبالتالي رح يصير في عنا انه جهاز مناعي يتعرف عليها على الهيستو كومباتيبيليتي كوم كلاس 2 عن طريق الماكروفاجز، وبالتالي تحت تأثير الماكروفاجز بتفرز لنا انترلوكين 12، تمام. وهذا الانترلوكين 12 قادر انه يخلي CD4 تي سيلز انها تفرز لنا او تصنع لنا الانترفيرون جاما. هلا لما صار في عنا اكتيفيشن للماكروفاجز رح تعطينا كثير ميدياتورز. هلا هدول الميدياتورز زي تيومر نيكروسيس فاكتور. طيب التيومر نيكروسيس فاكتور رح شو يعمل؟ رح يجيب المونوسايت، رح يجيب المونوسايت، تمام، ورح يخلي هاي المونوسايت تتحول لماكروفاجز، والماكروفاجز لما تزيد عددها بتشبه الابيثيليال سيلز وبصير اسمها الابيثيليويد هيستيوسايت، تمام. وهذا الابيثيلويد هيستيوسايت بتخلي انه هاي صار في عنا جرانولوما، تمام. سو حكينا انه ايش اللي صار، انه دخل وصلت الانتيجين تبع البكتيريا للليمف نود وتعرف عليها جهازنا المناعه، خلى الهيلبرتي ليمفوسايت تحفز الماكروفاجز، الماكروفاجز انترلوكين 12 وافرزت لنا كمان انترفيرون جاما، كمان شغله قادره على افراز تيومر نيكروسيس فاكتور بعد ما صار لها اكتيفيشن. طب تيومر نيكروسيس فاكتور ايش عمل؟ جاب المونوسايت خلاها تتحول لماكروفاجز بعدين ابيثيلويد، وبالتالي تكونت جرانولوما. كمان بنفرز نيتروك اوكسايد، والنيتروك اوكسايد بنعرف انه هو عباره عن باورفول اوكسيدايزنج باكتيريوسايدال ايجنت جينيريشن ذا رياكتيف اوكسجين سبيسيز، كلياتهم انتي باكتيريال اكتيفيتي. سو كيف جهاز المناعه انه
افرز ميدياترز كثار، وزي نيتريك اوكسايد ونيتريك اوكسايد بكتيريسايد الافكت برضه، وافرزنا الار او اس. تمام، هلا زي ما حكيت لكم عندنا نوعين من التيوبركلوسس، وي هاف برايمري تيوبركلوسس سكندري، وحكينا شو الفرق، انه البرايمري بيكون ان اكسبوزد انسيتايز بيشنت، يعني اول مره بتعرف على الجهاز، اول مره جهاز المناعه اول مره بتعرف عليها. في كمان فرق انه شو سبب الانفكشن. بالبرايمري تيوبركلوسس سببها غالبا بيكون اكزوجينس، يعني بكتيريا جاي من برا. تمام 5% من الناس الانفكتد بعطونا significant disease. significant. هلا المورفولوجي انه الباسيلاي اللي فاتت بتروح على اماكن بعيده، يعني ممكن تروح على الاير سبيسز. تمام، والاير سبيسز عاده بتكون upper of the lower و lower of upper. شو يعني؟ بتكون ال lower part of the upper loop and upper part of the lower loop، وعاده تكون قريبه to the pleura. اذا الباسيلاي اللي فاتت تروح على الاير سبيسز، هاي الاير سبيسز بتكون upper من ال lower و lower من ال upper. تمام، هلا الرياكشن كيف بيكون؟ انه وايت انفلاماتوري كونسوليديشن. هلا لما نحكي كلمه جون فوكس او جون كومبلكس، هي اللي بتميز لنا البرايمري تيوبركلوسس، وهي عباره عن شو؟ في منتصف هاي الجون فوكس او الجون كومبلكس عندنا كيسس نكروسس. تمام، وهي جرانولوما، فحواليها راح يكون فايبروبلاست. تمام، فهذا الرياكشن او اسمه انفلاماتوري رياكشن، يعني بيظهر ايش اسمه الجون فوكس، او هاي كلياتها بنسميها جون فوكس. هلا حكينا انه الباسيلاي ممكن تكون فري، ممكن جوا الماكروفيجز. تمام، كلهم بيروحوا على الليمف نود. تمام، هلا زي ما حكينا الجون كومبلكس هو ايش الاشي المميز في برايمري تيوبركلوسس، حكينا من شو بيتكون. هلا حكينا ببداية الأسابيع الأولى بيصير في عنا إنه البكتيريا رايحة على وين؟ على الليمف. تمام، أو على other parts of the body. هلا حكينا إنه بعد 3 weeks بتبلش السيل mediated immunity بإفراز mediators، وكلياتهم إلهم anti bacterial effect. كمان شغلة 95% من الحالات إنه السيل mediated immunity تقدر تتحكم في المرض. تمام، أو control the infection. تمام، هلا الجون فوكس حكينا انه هي عباره عن انه حواليها مثلا بيكون ايش فايبروبلاست، فممكن يصير في عندنا فيبروسس و كالسيفيكيشن. تمام حكينا هي عباره عن جرانولوما، فكيف بنشوفها هيستولوجيكالي؟ جرانولوميتس انفلاميشن او انفلاماتوري رياكشن. حكينا بالمنتصف بيكون في عندنا كيستيك نيكروسس، و عندنا حواليها فايبروبلاست عشان تعملنا في بروسيس. تمام، هاي صوره لللونج. تايب 2 اللي هو سيكندري تيوبركلوسس، ومن نعتبرها رياكتيفيشن، شخص اصلا تعرض له زمان ورجع مره ثانيه تعرض لايش؟ للبكتيريا مره ثانيه. So this pattern of the disease arises in the previously sensitized host. هاي متى بتصير؟ لما صار اول شيء ممكن يصير في عنده shortly primary tuberculosis، او صار في عندنا infection قل الاميونيتي فصار reactivation للdormant primary tuberculosis bacteria. هلا هاي ممكن سببها exogenous. تمام، هلا وين بيكون الاماكن اللي صار في عندنا secondary tuberculosis؟ الابكس، بتحب انه يكون على الابكس. ليش؟ لانه الابكس part of the lung، لانه بيكون في عندنا high oxygen tension. تمام، هلا بالنسبه لانه البكتيريا ممكن تروح على الليمف نود ولا لا بهاي السكندري تيوبركلوسس، بتروح لكن بنسبه اقل من لما صار في عندنا برايمري. سو ريجنال ليمف نود ار ليس بروميننتلي انفولفد ان ذس ديزيز. كافيديشن اولسو اوكوريدلي ان سكندري فورم ريزلتنج ان ديسيمينيشن الونج ذا اير ويز، اند ذس از امبورتنت سورس اوف انفكتيفيتي بيكوز ذا بيشنت ناو رايزز سبيوتم كونتينينج باسيلاي. يعني السبيوتم اوف ذا بيشنت هافينج ذس مايكرو اورجانيزمز، سو دايجنوستيك يعني ستيج. اوكي، هلا كيف بنشوفها؟ اول شغله سمول فوكس اوف كونسوليديشن ويذين 1 تو 2 سنتيمتر. حكينا انه الابيكال بارت اوف ذا لنج بتكون انفكتد جراي وايت تو يلو، وكيسس نيكروسس وحوالينها بيكون في عندنا فيبروسس.
هلا في بعض الحالات بحكي لك انه احنا حكينا انه بصير في عنا في بروسس، لكن في بعض الحالات بيكون في بروسس بشكل بروجريسيف، يعني كتير كتير في بروسس، وبالتالي ليفينج اونلي فايبرو كالسيفيك سكار. هلا احنا حكينا انه كيف بدنا نميز، طيب كيف بدنا نشوف هيستولوجيكالي؟ انه حكينا جرانولوما، فراح يصير في عنا جرانولوما وفي في المنتصف ايش كيسس نكروسس. اوكي، وبالنسبه للباسيلاي متى بقدر اشوفهم موجودين في الليجن اللي انا عم باخذها؟ في الايرلي ستيجز اوف ذا ديزيز، يعني في المراحل الاولى، مستحيل انك تشوفهم في الليت ستيجز اوف ذا ديزيز. اوكي، واحنا حكينا انه الابيكال ليجن هي اللي بتكون موست انفكتد. طيب هلا كومبليكيشن، او في عنا أربعة باثويز رح نحكي عنهم للبولمونري تيوبركلوسس. هلا يا اما انه بصير في عنا انه الابيكال ليجن بتضلها تكبر تكبر تكبر، سو رح تمتد على مرحله، رح تمتد منطقه الكاسيتيشن، تمام؟ فهذا من هذا الباثوي بنسميه البروجريسيف بولمونري تيوبركلوسس. بروجريسيف شو يعني؟ يعني انه المنطقه عم تمتد وبالتالي تزيد منطقه الكاسيتيشن، تمام؟ فلما يصير في عنا ايروجن للبرونكاي، تمام، راح تفرغ الكيسس نيكروسس او الكيسس السنتر اللي موجود فيها، راح تعملنا الريجولار كافيتي. هاي الريجولار كافيتي راح تحاط بالكاسيتيشن ماتيريال اللي اصلا في عنا حواليها فايبرس تشو بس بنسبه قليله. لما يصير في عنا ايروجن او لو يصير في عنا هيك شرح او خدش للبلاد فيزز، راح تعملنا هيمابتيسز، يعني نزف، او انه يصير في عنا كافينج اب بلاد. هسا هاي العملية ممكن انه could be arrested، انه يعطيه adequate treatment عادي، وبالتالي الفايبرس ديستورت بيرجع البولمونري اركيتكشر لحالته الطبيعية، تمام؟ وبالتالي الكافيتيز لما صار في عنا irregular cavities صارت free of cavitation لانه فرغناها، ممكن تضلها زي ما هي، ممكن تصغر بالتدريج، مو يصير في عنا حواليها فيبروسس. هلا اذا كان التريتمنت ان اديكويت، يعني مش كافي او غير مناسب، او انه الهوست ديفنس ميكانيزم تاعتنا احنا ار امبيرد، يعني ما قدرت تحل تصلح المشكله، فهذه الانفكشن بتروح بتنتقل لايش؟ لاماكن تانية، يعني ممكن تروح على الاير واي، ممكن تروح على الليمفاتيك شانلز، ممكن تروح على الفاسكولار سيستم. هذا اذا انه كان يا اما العلاج مش ان اديكويت، اثنين انه الهوست ديفنس اتس امبيرد او ار امبيرد. هذا النوع الاول. تاني باثوي بصير في عنا في التوبركلوسس انه يصير في عنا ميليري بولمونري تيوبركلوسس. ايش يعني ميليري بولمونري تيوبركلوسس؟ انه لما الاورجانيزم راح على الليمفاتيك عن طريق راح على الليمفاتيك دكت، عن طريق الليمفاتيكس، بعدين راح يعني يصب محتوياته في الفينس ريتيرن للرايت سايد اوف ذا هارت، بالتالي راح يودي للبولمونري ارتري. سو الميليري انه نتخيلها كهيك كطريق، اول شيء المايكرو اورجانيزم راح من اللنج، راح على الليمفاتيك دكت، اصلا كيف راح؟ عن طريق الليمفاتيكس، بعدين راح يوصل على الفينس ريتيرن، بعد الفينس ريتيرن راح يروح على الرايت سايد اوف ذا هارت، بعدين راح يزور على البولمونري ارتري. تمام. هلا الليجنز ممكن انه تشوفها مايكروسكوبيك، او ممكن تكون حجمهم كبير بشكل مبعثر في اللنج بارينكايما. ماني ليجنز حكينا ممكن انه تمتد وممكن انها تلتحم، وبالتالي تعملنا توتال كونسوليديشن اوف ذا لارج ليجن او كل اللو. التايب الثالث انه بلوجري، تيوبركلوس بلوجري، ومن اسمها يعني بنربطها مع البلورا. ايش يعني؟ انه المايكرو اورجانيزم راح على البلورا، وبالتالي صار في عندنا سيروس بلورال افيوجن within the بلورال كافيتي، وبالتالي راح يتجمع الاكزوديت في او البس في البلورال كافيتي، راح تعملنا امبيما او اوبليتيف فايبرس بلورايتس، تعملنا انفلاميشن في البلورا. اندو تريكيال اند اندو برونكيال اند لارنجيال تيوبركلوسيس، يعني انتقلت من اللنج لمين؟ للبرونكاي، او راحت على التريكيا او راحت على اللارينكس. كيف انتقلت لهم؟ عن طريق الليمفاتيك شانلز، او من ايش؟ في حالة الاكسبكتوريشنز، تمام. الباثوي الخامس هو السيستماتيك ميلياريتي، وهو سيستماتيك ميلياريتي ميليتري تيوبركلوسس. هاي لما بتروح عن طريق السيستماتيك سيركيليشن، يعني بتوصل لاي اورجان من الجسم. لما الانفكتد فوكاي ان ذا لانج راحت عن طريق البولمونري
فينس ريتيرن وصلت الهارت، ومن الهارت طلعت على اماكن اي اورجن في الجسم عن طريق السيستماتيك ارتيريال سيستم. ممكن تروح على الليفر، ممكن تروح على البون مارو، ممكن تروح على السبلين، ادرينالز، كيدني، اي اورجن ممكن انه يصاب او تيجي يعني جيت انفكتد. تمام. هلا كلينيكال كيف بنشوفها؟ انه لوكلايزد سكندري تيوبركلوسس ممكن تكون اي سيمتوماتيك او ممكن نشوف فيها سيستماتيك مانفستيشنز. تمام. هلا السيستماتيك مانفستيشنز متى بنشوفهم؟ انه اذا كان الموضوع مرتبط بالسايتوكاينز، يعني الماكروفاجز افرزت لنا تيومر نكروسيس فاكتور والانترلوكين 1 بس بنسبه كثيره، راح تخلي الشخص يصاب في الماليز، راح يصير انوركسيا، ويت لوس، راح يصير معاه فيفر، راح يصير في عنده نايت سويت، برضه راح يحس بالتشست بين، بلورايتيك بين، لانه صار في عنده بلورال انفولمنت، يعني لو راحت للبلورا وعملت بلورايتس زي ما حكينا ممكن يحس بالتشست بين او بلورايتيك بين. تمام. هلا كيف نعمل دايجنوسيس؟ عن طريق الاسيد، عفوا، عن طريق الباس الزيل نيلسن استين، هاي لانه احنا حكينا انه هاي البكتيريا فيها نسبه عاليه من البروتين وبالتالي راح على السريع ترتبط مع هاي الستين، او عن طريق الصبغه او ميثود بنسميها اورماين رودامين. تمام. هاي بنعملها على تو سبيوتوم سبيسمنت، يعني لازم تنتين ولازم يكونوا متتابعات، وسبيوتوم برضو يعطينا نعمل له كلتشر، والبي سي ار هي طريقة منيحة لحتى نعمل دايجنوسز لإلها. هلا هيك خلصنا عن نحكي عن الكرونيك نيمونيا او عن تيوبركلوسس. هلا راح نحكي عن اخر بورت بالنيمونيا وهو نيمونيا ان ذا ميونو كومبرومايز بيشنت. هلا نمونيا ان ذا ميونو كومبرومايز بيشنت بنسميها اوبورتونستيك ايجنتس، استغلاليه، نمونيا قصدي مش ايجنتس، استغلاليه، لانه اصلا جهاز المناعه تبع المريض ضعيف، فبالتالي هي استغلت انه هو ضعيف وبالتالي عملت له كومبليكيشن ثاني. هلا مين هن المايكرو اورجانيزم اللي بيعملوا لنا انفكشن؟ البكتيريا، فيروس، اند فانجاي. بكتيريا زودوموناس اريجينوزا، مايكوبكتيريان سبيشيز ليجونيلا نيموفيليا، ليستريا مونوسايتوجينز، اند الفيروس عندنا سايتوميجالو وهو جزء من الهربس فيروس، الفانجاي، الكانديدا، اسبيرجيلوس، اند كريبتوكوكوس نيوفورمانس. نبلش نحكي عن السايتوميجالو فيروس، هو اصلا جزء من الهربس فيروس. تمام. هلا ايش بصير في عنا لما الفيروس هذا يدخل على الخلية؟ راح يصير في عنا راح يزيد حجم النيوكليس السيتوبلازم. تمام. وبيكون شكل النيوكليس والسيتوبلازم بيكون كأول اي، يعني كعيون الايش، زي عيون البومة، بيكون حجمهم كبير. تمام. هلا وممكن تروح على اي اورجان ان ذا بودي. الترانسميشن الفيروس اتوقع كلياتنا نعرفهم، يعني عن طريق transplacental to the fetus causing congenital cytomegalovirus, breast milk through vaginal cervical secretions, respiratory transmission, fecal oral route, iatrogenic transmission through organ transplant or blood transfusion. تمام. هون حكينا عن appearance تبعهم بحيث انه وبتكون حجمها كبير. clinically كيف بيجي الشخص؟ اول شيء رح يكون مع مونونيوكليوسيس. ايش يعني؟ انه عدد المونوسايت كتير كبير في الدم. رح يصير في معاه فيفر، ليمفوسايتوسيس، رح يصير في عنا ليمفادينوباثي، رح يصير في عنا انلارجمنت في الليمف نود، هيباتوميجالي، حجم الليفر كبير، اند هيباتايتس. ممكن ياثر على اللنج وسنترال نيرفس سيستم، بون مارو، جي اي تي، اند ريتينا. تمام. كمان ممكن البروجريس للمرض، يعني ممكن الشخص يصاب نمونيا، ممكن يعملنا ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اكيد ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، وشرحناها في فيديو لهم حالهم. هلا رح نحكي عن مش انواع النمونيا اللي بتصيب الاميون كومبرومايز، بس تسميات للنمونيا. عندنا نمونيا اسمها نيموسايتس نمونيا. هاي مين سبب لنا اياها؟ هلا نيموسايتس كاريني، هاي كانوا يعتبروها بروتوزوا. تمام. وبالتالي لما اكتشفوا انه هي مش 100% بروتوزوا، هي اقرب الى الفنجاي، فصار اسمها نوموسايت جيروفيرس فيسي. تمام. سو حكينا ان بتعملنا نوموسايتس نيمونيا هي النوموسايتس كاريني اذا اعتبروها بروتوزوا، واذا اعتبروها فنجاي نوموسايتس جيروفيسي. هلا بتصير في البيشنتس اللي معهم ايدز. تمام. بتقلل عدد، ما هي اصلا راح تضعف جهاز المناعه، وبالتالي راح تقلل السي دي 4 هيلبر لينفوسايت، هيلبر تي ان ذا لينفوسايت ان ذا بلاد.
كيف بنشوفها مايكروسكوبيكلي. هلا حكينا انه راح يصير في عنا انفلاميشن وهكذا، وبالتالي راح يصير في عنا اكزوديت، السبتة راح يزيد حجمه، راح يصير في عنا ثيكنينج لإله، اديما و مينيمال مونونيوكليير سيل انفلتريت. راح هلا في عنا تو تايبس اوف ذا ستين، اذا عملنا لها ستين بسيلفر ستين راح يكون المايكرو اورجانيزم يعطينا الشكل تروفوزويد او سايتس فورم بالتنين، سواء كان هيك او هيك، بينما اذا عملناها في الميثيلين بلو ستين راح تعطينا بس التروفوزويت. والفرق بينهم ان التروفوزويت هو الاكتيف فورم من من البروتوزوا، والسايت نون اكتيف فورم. كيف البيشنت بيجي يعاني من فيفر كاف اند ديسبنيا؟ هلا اخر اشي راح نحكيه انه ممكن الكانديدا تسبب لنا نمونيا، يس ممكن تعمل في الاميونو كومبرومايز بيشنت. ايش المايكرو اورجانيزم كانديدا؟ البيكنز، وهي اصلا اوريدي نورمال فلورا. most frequent disease causing fungus، وبالتالي هي اصلا موجوده في الاورال كافيتي كنورمال فلورا، لكن تعملنا نمونيا ان اميونو كومبرومايز بيشنت. وفي عندنا ماني ستينز عشان نقدر نشوفها عن طريق مثلا الباس بيريودك اسيد سكيف، وفي عندنا سيلفر ستيند. هيك بنكون خلصنا ليكتشر 7 اللي هو كان تكملة لمواضيع نمونيا. يعطيكم العافية وبالتوفيق للجميع.